قصة غناها ناصر حكيم وفصولها اختصرت ردود الأفعال على استمرار العمل بميناء الفاو ومراحل الإنجاز المتقدمة بأعمال الشركة الكورية وتمسكها بتسليم المشروع بموعد المحدد بالعقد الملزم للحكومة بعد تجاوزها المعثرات وعبورها رياح التهديدات بعنوان أخذ فالها من رؤوس أطفالها، لأن المعلومات اللي وصلتنا عن ميناء الفاو وشركة دايو الكورية سوالفها الشيء بالولدان والسبب أحداثها بها سيناريوهات لا صارت ولا دارت، وحدة منها قصة عجيبة أهدافها كانت هو إجبار الشمشون الكوري على التنازل عن العقد. أبطالها جهة سياسية عندها فصيل مسلح قدمت عرض لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي يتضمن صك مصدق بالولاية الثانية مقابل إلغاء العقد الموقع ويا شركة دايو وتسليم ميناء الفاو لشركة صينية. هنا أبو هيا من وصل العرض وبعد نقاش ومداولات ويا المقربين رفع راية الموافقة والتحرك صار على دولة عربية يقيم بها أصحاب الشركة عراقيين الجنسية عندهم وكالة من شركة دايو الأم، والهدف إقناع الدولة الجارة بتسليمهم حتى يجبرهم على التنازل عن العقد. صحيح الدولة العربية متضررة من ميناء الفاو، لكن سلطاتها رفضت تسليمهم واحتجزتهم بطريقة أشبه بسجن، ومن شافت ماكو نتيجة أبعدتهم من أراضيها، لأن أصحاب الوكالة عندهم جنسيات أجنبية واستمرار احتجازهم يمكن يسبب مشاكل دبلوماسية. بس الجهة السياسية اللي قدمت العرض لرئيس الوزراء السابق من شافت السالفة طلعت من إيدين أبو هيا ألغت الاتفاق، وتعهدات الولاية الثانية صارت مطر صيف لأن السيد الكاظمي فشل بتحقيق غايتها. لكن القصة ما انتهت، وجهة صاحبة الفصيل المسلح حركت أذرعها لتشويه سمعة أصحاب الشركة، مرة بتجارة المخدرات ومرة تتهمهم بتهريب الأعضاء البشرية، وبالنتيجة تطلع صفر اليدين لأن ماكو لا أدلة ولا إثباتات والقضية مجرد اتهامات. بس وعلى طريقة تصف النية ونام بالبرية، شركة دايو الكورية مستمرة بعملها بميناء الفاو ومراحل الإنجاز وصلت لنسب متقدمة، واللي ما يصدق يراجع موقف لوزير النقل رزاق محيبس بأول زيارة للميناء بعد تسلم كرسي الوزارة يقول ما نشاهده على أرض الواقع بمشروع ميناء الفاو الكبير مفرح، والسبب نسب الإنجاز المتحققة تفوق ما مخطط له حسب التوقعات الزمنية للمشروع. وكملها العقود الموقعة ويا الشركة المنفذة ويقصد بها دايو الكورية مستمرة وسارية بحسب القانون ولن يتم إيقافها كما يشيع البعض، وختمها برسالة عنوانها واضح تقول المشروع يتعرض لهجمة استهداف شرسة ولن نسمح لأي جهة كانت للتدخل بمسار إنجازه. يعني حاجيك يا بنتي وسمعك يا جنتي، بس الأمور ما عدا السلامات، وتصريحات معالي الوزير تعرضت لهجمة انتقادات تقودها أطراف بالإطار التنسيقي هدفها الشركة الكورية. مثلا النائب عن كتلة الصادقون عدي عواد فتح صفحته على تويتر وغرد السيد وزير النقل عن أي إنجاز في ميناء الفاو يتحدث، وإذا كنت تعتبر الفساد والفشل إنجاز فتلك مصيبة. وقبل لا ينصح معالي الوزير بمراجعة دائرة العقود بالوزارة وجه له السؤال يقول هل اطلعت على ملفات الإحالة؟ لكن إذا رجعنا للأرشيف نشوف نسب إنجاز على أرض الواقع. الأعمال جارية على قدم وساق من قبل الشركة الكورية، الشركة الكورية ذات أعمال يعني عندها أعمال سابقة بالميناء، عندها خبرة بالعمل بالعراق بالبصرة خصوصا، لديها من المعدات والخبراء والمهندسين ما يؤهلها أن تقوم بهذا المشروع. يعني الأمور ماشية تمام، والدليل المدير العام لشركة الموانئ فرحان الفرطوسي متمسك بالشركة الكورية وطريقة عملها. الاستشاري الإيطالي يقول إنه شركة دايو آلاتها ومعداتها وكل كوادرها وتعايشها البيئي مع العراق مع البيئة العراقية كمجتمع عراقي كحياة بيئية كمناخ عراقي صار له بحدود 7 سنوات. جيد. بالإضافة إلى أنه الشركة الكورية الشركة الكورية خاضت في تفاصيل طويلة وعريضة بالمجتمع الكوري، لو اجت الشركات الصينية ما راح تقدر تتعايش إلا بعد سنة أو سنتين أو 3. هاي عرفناها، لكن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وبتحرك مستعجل عقد صباح الاثنين اجتماع حضرت الأطراف المعنية بوزارة النقل واطلع بشكل مباشر على نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ وأصدر توجيهات بتسريع العمل، لأن ميناء الفاو يمثل مشروع بحجم العراق وتطلعات شعبه بالتنمية الاقتصادية. يعني الاعتراضات على الشركة الكورية يمكن تصدمها نسب الإنجاز وجودة التنفيذ وتعهدات الشمشون بتسليم المشروع قبل موعد الرسمي بالعام 2024. حتى بعدها نرجع ونسمع. عمي يا بلا
وعلى ناس يطار.